lekarz z Syrii, żołnierz z Iraku, wolontariusz z Libanu. Chociaż dzielą ich setki kilometrów od siebie, łączy ich jedno – miłość do drugiego człowieka. Poznaj inspirujących bohaterów z Bliskiego Wschodu, którzy poświęcili swoje życie dla innych. من قبل ما تبدأ الحرب كان أنا وزوجتي عنا جمعية تضامنية خيرية منساعد أفقر الفقراء بحلب. خاصة إنه أخي الكبير طبيب قتل أثناء الحرب. خاصة إنه عندي ولدين عايشين في أمريكا صار لهم 20 سنة. والكل ترجونا إنه يا بابا يا ماما اتركوا وتعوا لأنه أنتوا بخطر بسبب الحرب. ونحن كان جوابنا لا نحن عنا رسالة بهالبلد بدنا نبقى حتى نخدم الناس بدنا نبقى لأنه وجودنا بيعطي أمل للناس اللي بيعرفوا الكل إنه نحن بإمكاننا نترك وما تركنا فمعناتها لسه في أمل وفي خير بهالبلد فهي كانت رسالتنا إنه بنبقى مشان ندعم الناس هلأ الحمد لله الحرب خفت بسوريا أو شبه انعدمت ولكن الظروف الاقتصادية والمعيشية صايرة سيئة كتير ونحن ما زلنا عم ندعم الناس لأنه هن بحاجة لنا أكثر وأكثر. هلا نحن مع كاريتاس بولند كان عندنا مشاريع مشتركة كثيرة. واحد منها هو مشروع فاميلي تو فاميلي اللي عائلات بولونية بتتبنى عائلات حلبية لتعطيها سند شهري. وهالمشروع الحقيقة فاد آلاف من العائلات الحلبية لا يقدروا يعيشوا يبقوا على قيد الحياة. على مر السنين أكيد صرت أتحمل مسؤوليات أكبر بكاريتاس. حسيت إنه هيدا الشيء كتير بيعنيني. الرسالة تبع كاريتاس بتعنيني شخصياً. كتير حبيت الرسالة. حبيت العمل يلي عم بتقوم فيه كاريتاس وتبنيتها كأن رسالتي أنا الشخصية. عم يكتسبوا من خلال الأعمال يلي عم يعملها بكاريتاس وهيدا الرسالة يلي هي مساعدة المحتاج خدمة الناس خصوصي ببلد مثل بلدنا يلي بتذكر كان نهار ثلاثة بعد الظهر كنت أنا بالبيت بمنطقة الشمال وفجأة بسمع مدورين التيفي بسمع أنه في صوت انفجار ببيروت لأول وهلة إنه فكرنا شي سيارة مفخخة شي عمل من إرهابي من هيدا النوع هيدا الموضوع كله ما أخذ تقريباً ربع ساعة على السريع منبلغ كل شبيبتنا بهيدا اللحظة إنه بليز الكل يتوجهوا أكيد الأكيب الصغير يلي هو وحدة الاستجابة بحالات الطوارئ منطلب من الشباب هن منتشرين بكل لبنان يتوجهوا كلهم على الإدارة المركزية بزقوا تيفي وخازن اني ولا مري ورقيقي من أفرهن ومن مديرنيهن انا بين وهلبت هيرانا هون وهيرانا قالين يس دوزوتا من ديرابه من ديانه اسقى وايل لا بس قالي اخ قبيتوثي لكن الى رابا كل ناش الدني مدينة فولدها أفرد ديلا خائل أخا إلى رابة من دياني خمنين إلى القطاع أخ يمري قطاع الصحي لي إلى قطاع التعليمي لي إلى قطاع الخدمات بصورة عامة الماصر أمرخ جداني لاتصالاتي لي رابع وبش ممريانا الديل شواقة برناشة مشيخايا أفرايا هلبت برناشة إلي خايا بد صورة أم برناشة أنا برعيان الجاني لها ويلة صورة رغم كل من ديت السقوافة ديلة وارخ أبا كعمة إرادايا أفرايا مشيخايا لكن هلبت هربها ويصورة أنا صوراً